الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى، وهذا هو كفر الإباء الذي كان عليه أبو طالب، فإنه أبى وأعرض من أجل ألا ينشر عنه أنه خالف ملة أبيه أو أن جزع الموت أثر فيه. وكفر الإباء الذي عليه أبو طالب أنه علم الحق ولم يعمل به، عرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأعرض عنه.